في مثل هذا اليوم من عام 1993 وافق مجلس الأمن الدولي على رفع بقايا العقوبات الاقتصادية الدولية على جنوب إفريقيا بعد أن تخلت الأقلية البيضاء عن سيطرتها على الحكم وإنهاء نظام التمييز العنصري ضد الأغلبية السوداء. بدأت جنوب إفريقيا من هذا الوقت مرحلة جديدة من تاريخها تحت رئاسة الزعيم نيلسون مانديلا الذي ناضل من أجل القضاء على التفرقة العنصرية على مدى أكثر من 30 عاماً.